بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر هيرودوت ان مصر هبة النيل. بالفعل النيل له دور كبير في حياة المصريين، له دور كبير في تكوين جغرافية مصر، ودور كبير في تكوين جغرافية مدينة القاهرة. وده الموضوع اللي نحب نتناوله، وهو تأثير النيل على جغرافية مدينة القاهرة، تأثير النيل على الشاطئ الشرقي والغربي لمدينة القاهرة. الموضوع ده مش جديد ولا حد يدعي اللي هو اول واحد يتكلم فيه. الموضوع ده تناوله الاستاذ محمد رمزي بيك في بحث له في مجلة العلوم في الاربعينات من القرن الماضي باسم شاطئ النيل تجاه مصر القديمة والقاهرة وما طرا عليهم من التحولات من الفتح العربي لمصر الى يومنا. البحث في 15 صفحة بخريطة بدون احداثيات، اعتمد فيها الباحث على كل المصادر القديمة وطبيعة عمله كمفتش للمالية وما وخاصة في النواحي الجغرافية من تقدير الضرائب وملاحظاته اللي كان بيقوم بها على النحر وترسيبات النهر خاصة في الوجه القبلي، وقام بعمل بحث محترم عن النيل بشاطئيه وبيان تكوينه وشكله أيام عمرو بن العاص، ثم تطوراته والاطاحات او طاح النيل واللي هي الترسيبات اللي موجوده اللي ادت الى تغير موضع الشاطئ الشرقي وكذلك الغربي. وعمل البحث بذلك الشكل. طيب هل احنا هنعمل ايه هنا؟ اول حاجه عملنا سكاننج للبحث وهيتم رفع المدونه. طيب هل هنقوم بعمل قرايه للبحث؟ طبعا مش هتبقى فيها فايده ولا ليها لازمه. الفكره كانت فكره ان احنا نحاول نقوم بقراءه النقاط التي حددها الاستاذ محمد رمزي وتوقيعها على جوجل ايرث، ومن ذلك يتم تحديد مسارات وتكوين الشاطئ النيل الشرقي والغربي على جوجل ايرث، فلتتحول الخريطة اللي اقامها بشكل ملحق ببحثي الى خريطة على جوجل ايرث يمكن استخدامها في العديد من الاستخدامات الاخرى. فكرة عملتها في بعض الحاجات قبل كده ما عملتهاش اصلا على النيل، ونبدأ نحاول فيها ونشوف هتبقى نتيجتها ايه. امامنا الان البحث الخاص ب الأستاذ محمد رمزي بيك وبه الخريطة المصبوعة مبين عليها شاطئ النيل الشرقي وكذلك الغربي إلى جانب طاح النيل بكل مراحله عبر الزمن للشرقي وكذلك للغربي. وكذلك قام الأستاذ الدكتور فتحي محمد مصلحي في كتابه الهام عن تطور العاصمة المصرية والقاهرة الكبرى سنة 1988 بعمل تلك الخريطة بعد التصريف فيها بشكل أوضح. والآن نحاول أن نضع ما ذكره محمد رمزي على جوجل إيرث لبيان شكله. نبدأ بفتح جوجل إيرث ونقرب من مدينة القاهرة، نظبط اتجاه الشمال. كنت حاطط بعض النقاط الاستشهادية مسبقا حتى يستشهدنا بشكل أسرع، ونعمل مسار جديد، عدد مسار، ونسميه شاطئ النيل الشرقي أيام عبد العاص، ونديله لون أصفر من المظاهر، ونخلي العرض بتاعه سميك شوية فنديله 10 ونعمل اوكي. ونبدأ بقراءة ما ذكره محمد رمزي. بيبدأ في الشاطئ الشرقي بيقول يبدأ من الجنوب بجوار شارع قصر النبي الى ان يلتقي بسكك حديد حلوان عند محطة المدابخ. فهنبدأ من الجنوب شارع قصر النبي اللي هو في كورنيش النيل بقرب الى الشمال من محطة زهاء اللي وقع في خط مرج حلوان،
ونجدها على النيل او النقطة، ثم التقاطع مع سكك حديد حلوان اللي هي السكك اللي هي المترو عند محطة ضعف محطة المدابخ، دلوقتي مش موجودة، بس نستشهد عليها من خلال الخرائط المساحية اللي بتبين نهايتها عند شارع ما يعرف بمحطة المدابخ ولسه متواجد حتى تاريخه، فهتبقى متواجدة هنا. فيسير النيل بجوار هذه السكة إلى أن يتقابل الشارع ماري جرجس، فيسير محايزين له من الجهة الغربية، فهنمتد إلى الشمال. حتى شارع ماري جرجس، يكون على يمنا مجمع الأديان وكنائسه، ثم يذكر محمد رمزي بعد ذلك أنه يتجه إلى شارع ماري جرجس وجامع عام، ثم يسير محاذيا لشارع سيدي الأنور إلى نهايته، فنمتد في شارع سيدي الأنور، يكون على يمنا جامع عمرو بن العاص، انقصاد بسيطة في الشمال في الشارع، حتى فتحته على سو مجرى العيون يعبر صلاح سالم، ويمتد شمالا حتى نهاية الشارع. ثم يذكر محمد رمزي، ثم يسير شمالا النقطة التي تقابل فيها شارع السد البراني مع سكة المذبح، هنلاقي شارع السد البراني متواجد اهو، وسكة المذبح متواجدة اهي، فهيبقى النقطة هنا. ثم يعبر الشارع المؤدي للسيدة زينب ويتجه شمالا إلى حارة المرابي بجنينة قاميش، وهي دي حارة المرابي، ثم شارع بني الأزرق بجنينة لاز، ثم نجده يمتد شمالا ليعبر حاليا دار الهلال إلى شارع جنان الزهري، ليمتد به إلى الشمال ليتجه إلى شارع مصطفى باشا كامل اللي هو الشيخ عبد الله سابقا، ويذكر محمد رمزي أن بعد ذلك اتجه إلى حارة البيرك دار، ونلاقي حارة البيرك دار اهي، ماشي الطريق بشكل منكسر جهة الشرق بعض الشيء، بعد كده يمشي في شارع البلاسي حتى شارع عماد الدين في نهايته البحرية. طبعا عماد الدين دلوقتي في الجزء ده بيعرف ب شارع محمد فريد، ما ننساش البحث معمول في نهاية الأربعينات أو في فترة الأربعينات، فهيمشي شارع محمد فريد اللي هو ذكر محمد رمزي عماد الدين، يمتد في الجزء الجنوبي حتى يمتد شارع 26 يوليو باسم محمد فريد، ثم بقى إلى الشمال يتجه باسم شارع عماد الدين. يذكر محمد رمزي يستمر في شارع عماد الدين حتى شارع الملكة نزلي، شارع الملكة نزلي هو شارع ستة شارع رمسيس حاليا. ثم يتجه بعد ذلك إلى ميدان باب الحديد، حيث ينعطف إلى الشمال الشرقي مرا بميدان محطة مصر، ثم يمر بجوار محطة كوبري الليمون من الجهة البحرية الغربية، يعني هيمشي في ميدان محطة مصر،
ثم يقترب من محطة كوبري الليمون ويتجه بمحاذاة واجهتها الغربية، ثم يمتد كما ذكر محمد رمزي في شارع غمرة اللي هو متواجد دلوقتي مسافة حوالي 200 متر حتى يعبر مخازن محطة السكة الحديد، ودلوقتي مطعم في مخازن المترو، ثم يتجه إلى الشرق منها ليمشي في شارع مهمشة، ويمتد في ذلك الشارع إلى الشمال بشكل منحني بعض الشيء، ليمتد على الضفة الشرقية لسكك حديد مصر اسكندرية حتى ما تعرف بالنقطة التي ذكرها محمد رمزي عند عزبة الخميسة، وهي متواجدة حتى الوقت الحالي، ليتجه نهر النيل إلى الغرب الشمال الغربي ليأخذ الجزء الغربي من منية السيرك، فهيمشي بشكل منحني بعض الشيء حتى يصل إلى غرب منية السيرك، وبدوران خفيف إلى الغرب أيضا كما ذكر محمد رمزي حتى يصل إلى فتحة النيل عند ترعة الإسماعيلية حاليا. وبذلك يكون قد وصف محمد رمزي الشاطئ الشرقي لنهر النيل، وقمنا بإيضاحه ونعمل أوكي نسيف ونشيل النقط الإيضاحية اللي كنا عاملينها قبل كده، نحاول نبين المسار عشان نشوف شكله عامل ازاي. هنلاقي ادي المسار اهو، كده ده المسار الشرقي لنهر النيل ابتدأ من قصر النبي جنوبا حتى ترعة الإسماعيلية شمالا. نبدأ مباشرة بعمل تحديد لجزيرة الفيل. ايه جزيرة الفيل دي؟ هي عبارة عن جزء من شبرا مصر ومنية السرج حاليا، حيث اتصل النيل بها وضمت لأراضي القاهرة. ذكرها محمد رمزي ودكتور محمد الششتاوي وفتحي مصرحي وبين حدودها بشكل تقريبي، ونبدأ بتلك الحدود على الوضع التالي. هنعمل مسار جديد ونسميه جزيرة الفيل، هنديله برضو اللون الأصفر والسمك برضو 10 زي ما هو، نعمل أوكي ونمشي معه. أول حاجة بنبدأ بالضلع الجنوبي، بيسكون بيبقى في شارع أبو الفرج بالقرب من شارع جزيرة بدران، يمتد مع شارع جزيرة بردوان من حناءاته اتجاه الى الجنوب الشرقي حتى يتقاطع مع شارع شبرا وشارع الترعة. ثم بعد ذلك يذكر محمد رمزي انها بيمشي في شارع بركات، مفيش دلوقتي شارع بركات حيث ان الحتة دي تم تطويرها في فترة ما وهدت ذلك المثلث وأصبح متواجد فيه حاليا موقف أحمد حلمي، فده يمتد بمقارنتها بالخريطة القديمة بيمتد على حافة شارع أحمد حلمي. ثم الضلع الشرقي للجزيرة لم يحدده إلا أنه المسافة الفاصلة ما بين جزء الشاطئ الشرقي والشاطئ الشرقي للجزيرة هي سكك حديد حلوة سكك حديد مصر اسكندرية،
فهنمشي موازين ليها بشكل قريب، كانش النيل كبير بشكل تقريبي. لحد ما نوصل لشعر شبرا، من هنا تم تحديد الضلع الغربي لها بشكل دقيق، حيث انها كانت تمشي تسير او شاطئها الغربي على شارع جسر طراد النيل اللي هو دلوقتي شارع الجسر بشبرا. بامتداده في شارع ابو الفرج، سوق سوق الخضار، بيمتد حتى النقطة التي وقفنا عندها. وبكده نكون حددنا شاطئ النيل الشرقي وكذلك الشاطئ الغربي، الشاطئ الشرقي والغربي للجزيرة بشكل تقريبي. هنكمل دلوقتي بعمل مسار الشاطئ الغربي للنيل الضفة الغربية كما ذكر محمد رمزي بعد العمليات الاستشهادية التي قمنا مسبقا بعملها، ثم نعمل مسار جديد ونكتب الشاطئ الغربي للنيل. نفس برضو اللون ونفس السمك، ونبدأ كما ذكر محمد رمزي من سكن الجيزة، وهي طبعا الجيزة القديمة اللي تقع الجنوب الغربي لكوبري عباس عند الكورنيش، ثم تتجه الشمال بشكل طفيف بالميل الى الغرب حتى تقترب من كلية الزراعة، ثم تخترق كما ذكر حديقة الحيوان حتى تقع الى الشرق من كلية هندسة جامعة القاهرة، لتمتد حتى شارع الدقي بضلعه الشرقي وتسير فيه مباشرة مع الانحناء ليقع على غربها مبنى وزارة الزراعة وكذلك متحف فؤاد الأول الزراعي اللي هو متحف الزراعي حاليا، ثم يتجه النيل الى الشرق من عزبة الحوتية متواجدة الان بالقرب من ميدان سفنكس، ليقترب بشكل كبير من ميدان سفنكس الى الشرق منه عند كوبري 15 مايو، يتقاطع معه حتى ينتهي عند النيل مرة اخرى. وبكده يكون الشاطئ الغربي للنيل في تلك الفترة، وذكر محمد رمزي انتهاءه عند سكن إمبابة.